نعطيك قصيدة لبلادي أتراب سو الإنسان زي ما نقولوا الماجيناسيون هكذا إنسان وحده في بلاصة خالية ما كان حتى بنادم أضرب سوسطة شايف خلوية ويمشي وحده هكذايا أو يحكي لست الملامة أنت عصفور في الرأس الدوامة أصبحت مكبا للقمامة يا من كنت في الماضي كاليمامة شتاؤك غامض ربيعك الزاهر خريفك ثائر لم أختر ليكون ابنك بل أنت من اخترت يا الجزائر يتنكرون بلبس الفرسان وهم ذئاب يتقنون النسيان لما أقرأ عنك فما كتبوا عليك خاطئ بل عبرت عنك بواقع أليم صادق اعذريني يا الجزائر ابنك بين القطبان مسجون ثائر اعذريني يا الجزائر أريد أن أكشف ما وراء الستائر نريد نورا في الظلمات أصبحنا كالجثث بدون حياة لماذا رجالك كالفتيات لماذا نساؤك عاريات لماذا أطفالك بدون مبات لماذا شبابك بزوارق النجاة لا نريد الدماء في الطرقات فاللسان سلاح بالكلمات حرية تعبير خويا لازم يعطيك الصحة خويا يسلمك يا هدرت أخويا من القلب وحسيتها من القلب صح بيان سهل يا أخو وان شاء الله الرسالة توصل ورسالة واضحة 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 ياسر خاطرك ما كانش جان في الجزائر ما يحبش الأرض هذه بيان سهل وما كانش جان في الجزائر يقبل بواحد يجي فزد له بلاده ولا يدير فيها المنكر ولا يعوجها ولا صح يعطينا الصحة هذا وذكر جونا احنا الغلطين والشغل الوقت الغالط ولا هو الصحيح والصحيح هو الغالط لمتابعة البث الحي والمباشر لقناة الخبر كي بي سي على هواتفكم الذكية ما عليكم إلا الدخول إلى الموقع القناة على kbcalgerie.tv واضغط على زر البث المباشر اختر بعدها أي تطبيق أو نظام تشغيل مناسب مع هاتفك الذكي ثم ادخل لمشاهدة البث المباشر للقناة كي بي سي قناتكم في كل مكان